كان سلاحه هو التعليم والتدريب. عمل منذ توليه حقيبة وزارة الأوقاف على النهوض بمستوى الدعوة الإسلامية، وأول من رفع شعار بالعلم والمنطق والفقه المستنير والفكر الوسطي المعتدل ينتشر سماحة الإسلام وتعليم الرحمة والوسطية، مع كلمة الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. الأستاذ الدكتور يوهانس النيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، المنصة الكريمة، الحضور الكريم. ألخص حديثي مع حضراتكم في 3 نقاط: مفهوم العلم النافع، مفهوم الجودة الشاملة، العدو الأول للجودة. أما عن العلم النافع، ونحن دائما نتحدث عن تصحيح المفاهيم أو توضيحها أو بيانها، فعندما تحدث القرآن الكريم أو السنة عن العلم النافع لم يعني به فقط العلم الشرعي، وإنما عندما نتحدث عن العلم النافع وعن تكريم الإسلام للعلم والعلماء فهو لمطلق العلم ولمطلق العلماء على اختلاف تخصصاتهم. فعندما قال الحق سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يقل فقط اسألوا أهل الفقه أو أهل العلم الشرعي، فأهل الذكر في كل مجال هم أهل الاختصاص فيه. فنسأل في الطب أهل الطب، وفي الصيدلة أهل الصيدلة، وفي الهندسة أهل الهندسة، وهكذا. وعندما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أيضا كل العلم وليس علما خاصا، وإلا لقال سبحانه: الذين أوتوا العلم الشرعي. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، عبر بكلمة علما نكرة لتشمل كل أنواع العلم، بل إن الآية التي نقف عندها جميعا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم تأتي في سياق الحديث عن العلوم الشرعية، وإنما جاءت في سياق الحديث عن العلوم الكونية. قال سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. جاءت في الحديث عمن يتأمل في كون الله تعالى. فعندما نتحدث عن العلم نتحدث عن العلم بمفهومه الشامل وبكل تخصصاته وبلا استثناء، فكل من يتقن علما يخدم به دينه ووطنه. أما الجزئية الثانية وهي مفهوم الجودة الشاملة في كل مناحي الحياة، عندما تحدث القرآن الكريم قال الحق سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، بحكمة وبميزان دقيق، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وأساتذة الفلك والكونيات يدركون مدى دقة هذا النص. ملايين الكواكب وعبر ملايين السنين
تسير في مسارات منتظمة لم ولن تتخلف، لم يتداخل في يوم من الأيام وضع الشمس مع وضع القمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك ومسار محدد يسبحون. ويقول سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. ويقول سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال أهل العلم: أنزله الله بحكمة، لا بزيادة تهلك ولا بقلة تفقر، أنزل بحساب دقيق. وهنا نذكر طرفة علمية حدثت مع أحد الناس في حديث شيق تؤكد مدى حكمة الله في تصريف الكون. ذهب أحد الناس لزيارة ابنتي، فدخل على الأولى فسلم عليها وسأل عن حالها، فقالت: نحن في أحسن حال، ولكن يا أبتاه ادعو الله ألا ينزل علينا الماء. لماذا؟ زوجها كان يعمل بصناعة الفخار وقد أعد صناعته، ولو نزل الماء شديدا لأهلك كل صناعته، فقالت: ادعو الله ألا ينزل علينا الماء أو أن يؤجل نزول الماء. ثم ذهب لابنته الثانية فسلم واطمأن عليها، قالت: نحن بخير حال، ولكن يا أبتاه ادعو الله أن ينزل علينا الماء. زوجها كان يعمل فلاحا، فإن لم ينزل الماء هلك الزرع والحيوان وكل شيء. فذهب إلى زوجته قالت: ماذا عن ابنتينا؟ قال متشائما: عام سوء على إحداهما، إن نزل الماء أهلك صناعة صاحب الفخار، وإن لم ينزل أهلك عمل الفلاح. قالت: يا هذا كأنك لم تقرأ القرآن. قال: وما للقرآن؟ قالت: لو تأملت القرآن وقرأته وفهمته لوجدت فيه حلا لحال ابنتيك. قال: وأين هذا؟ قالت: ألم تقرأ قول الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، البرد قطع الثلج المتجمد الصغيرة، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عمن يشاء. هل سألت الله أن ينزله على من تحتاج إليه وأن يصرفه عن التي لا تحتاج إليه؟ كل شيء في هذا الكون بحكمة وقدر، فيصيب به من يشاء ويصرف عمن يشاء. وعندما قال الحق سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال أهل العلم: العمل الصالح لابد فيه من صفتين: الإخلاص والإتقان. وقال سبحانه: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ولم يقل من أكثر عمل، فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بجودته. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأختم بعدو الجودة التي يدمرها. العدو الأول للجودة ولا سيما في مجال التعليم هو الغش، فكل من يسمح به أو يساهم فيه أو يتسامح أو يتساهل فيه بأي شكل من الأشكال فإنه يدمر التعليم ويدمر بلده ودينه معا. ولذا كنا نقول: العواطف إذا دخلت في مجال العلم أفسدته. وفي يوم من الأيام كان أحد زملائنا يناقش في رسالة الدكتوراه، وكنت أعرفه عن قرب، فقابلني أحد
وقال إن اللجنة العلمية عدت رسالة فلان، فقلت له لو منحوه الدكتوراه لظلموا العلم ودمروا جيلا كاملا. الغش هو العدو الأول للجودة، والذي يقوم على الغش أو الطالب الذي يبنى على الغش مهما علا ومهما ارتفع فهو كالعمارة الشاهقة التي تبنى على غير أساس فسرعان ما تنهار على رؤوس من فيها. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي رواية في صحيح مسلم من غش فليس منا. وولي الأمر الذي يسعى إلى تسهيل الغش لأبنائه إنما يدمرهم لا يخدمهم، وثبت ذلك بالواقع المعاين. نسأل الله لنا ولكم وللمؤتمر ولمصرنا وللإنسانية جمعاء كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.